موسكو تدعو الأطراف السورية إلى الحوار لحل الأزمة في شرق الفرات. الرئيس العراقي يدعو مجددا إلى إجراء تعديل وزاري لتحسين أداء الحكومة. انخفاض الليرة التركية بسبب مخاوف المستثمرين. الثانية ظهرا 12 بتوقيت غرينتش، موجز إخباري ياتيكم من القاهرة، أهلا بكم. دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأطراف السورية إلى الحوار لحل الأزمة في شرق الفرات. وخلال مؤتمر صحفي عقب لقاء نظيره الكازاخي، أشار لافروف إلى أن الموقف الأمريكي في سوريا متناقض للغاية ويعكس انعدام الثقة في واشنطن. أدانت سوريا النية العدوانية للنظام التركي والحشود العسكرية على الحدود السورية، وقالت وزارة الخارجية السورية اليوم أن الحشود العسكرية على الحدود السورية تشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وخرقا سافرا لقرارات مجلس الأمن الدولي، والتي تؤكد جميعها على احترام وحدة وسلامة وسيادة سوريا. وأضافت أن السلوك العدواني لنظام أردوغان يظهر بجلاء الأطماع التوسعية التركية، مؤكدة أن سوريا لديها التصميم والإرادة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة. شدد الرئيس العراقي برهم صالح على ضرورة إجراء تعديل وزاري جوهري لتحسين أداء الحكومة بما يحقق طفرة نوعية في عملها لتوفير الخدمات. وقال صالح خلال استقباله عددا من شيوخ العشائر إن رئاسة الجمهورية ستدعم تعويض المتضررين والعمل على محاسبة المجرمين والخارجين عن القانون ممن أطلقوا الرصاص على المتظاهرين. انخفضت الليرة التركية خلال تعاملات اليوم بسبب مخاوف المستثمرين بعد إعلان أنقرة نيتها التوغل في شمال شرق سوريا. وجرى تداول الليرة عند 5.84 للدولار، وبلغت الليرة أدنى مستوياتها في أكثر من شهر هذا الأسبوع بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير اقتصاد تركيا إن هي تجاوزت الحدود في عمليتها في سوريا. أفادت الشرطة الألمانية بسقوط قتيلين في إطلاق نار وقع أمام معبد يهودي في أحد شوارع مقاطعة ساكسونيا، وأنها تبحث عن مشتبه به. وأضافت الشرطة المحلية أنها تجري عمليات بحث عاجلة عن الجاني، داعية المواطنين إلى البقاء في المنزل أو البحث عن مكان آخر آمن. لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv.